دي مجلة طبية لقيت فيها بحث للدكتور فريد. دكتور فريد ده شاب ممتاز وليه أبحاث جديدة في محاولة إنزال الجنين بدون تفتيت ولا بعملية قيصرية. أنا قريت قبل كده بحث للدكتور فريد، لكن دي حاجات لسه بدري عليكي لما تدرسيها. أنا أصلي معجبة قوي بأبحاث الدكتور فريد. أنا شايفك مهتمة قوي بالدكتور فريد وأبحاثه وصورته كمان. إيه الحكاية؟ لا أبداً، ده أصله كان خطيب سناء ويمكن دلوقتي اتجوزها وزمانهم كمان خلفوا دست عيال. على العموم أنا مهتمة بأبحاثه، مفيش مانع تحتفظي بصورته قدامي كده أهو. ليه؟ عشان تفتكري دايماً. أفتكر إيه؟ أبحاثه.